حمزة سيدي، قصته هتحكوا لنا صاحبته. والحقيقة أنا اتشرفت بمعرفتها، لأني من فترة كنت عايز أتعرف عليها وأسمع أفكارها. إنجي السيد، الصحفية المميزة في مجلة الرجل، صاحبة المقالات اللي أنا شخصيا اتكلمت عنها في البرنامج. ازيك يا انجي؟ ازيك يا استاذ حمزه؟ حمزه بس، شيل الالقاب. اوكي حمزه. طيب السي دي ده في ايه؟ السي دي ده في طليق مصورني وانا معاه في اوضه النوم واحنا لسه متجوزين. مين جوزك؟ قصدي اللي كان جوزك. رجل اعمال مرتضى مراد. هو رفع النهارده السي دي على اليوتيوب. هو نزله بعد ما عملت تحقيق صحفي عن رجال الاعمال الفاسدين. هو تخيل ان انا كنت بتكلم عنه. يا بنت الكلب. مع ان انا ما كنتش كاتبه اسمك. لحظه بس، ممكن تدخلوا تقولوا لي كام واحد شاف الفيديو لغايه دلوقتي على اليوتيوب؟ انت كنت اتكلمت عنه؟ ايوه، لانه فاسد. هو قابلني بعد نزول المجله بكام يوم وهددني بالسي دي، وقال لي ان هو لو ما نزلتش تحقيق صحفي عن اهم انجازاته ونجاحاته هيرفع السي دي على اليوتيوب. وفعلا عمل كده. الشنطه اللي عند حضرتك فيها عقد الجواز وقسمه الطلاق، وطبعا التاريخ موجود على الفيديو. ما شالوش طبعا، لان هو ما تخيلش ان هو يهددني بالسي دي ده بعد سنتين من الجواز. كويس. طب انجي معلش، ممكن اعرف انت ليه قررت تيجي وتحكي لي رغم اني عارفه ان ده ممكن يضرك ويشهر بيكي، خصوصا مع اصحاب النفوس المريضه؟ ديك انت قلت اهو، عشان اصحاب النفوس المريضه. انا جايه النهارده بقى عشان دول. هو كده كده كان هيرفع السي دي على اليوتيوب، وهو عارفني ان انا قويه وعمري ما كنت ضعيفه. على فكره عايزه اقول لك حاجه، انت ما كنتش هتعرف ان انا اللي موجوده في السي دي، لان هو طامس الوش منه. انا جايه بقى النهارده اقول ان انا اللي موجوده في السي دي، وان اللي معايا هو مرتضى مراد. جوزك؟ لا، طليق. انا بس عايزه كل واحد يراعي ضميره وهو بيتفرج على الفيديو ده. اولا انا ما كنتش عارف ان انا بتصور. ثانيا ده كان جوزي. ثالثا اي حد بيشوف الفيديو ده يعتبر ان انا اخته، امه، مراته، اي حاجه. انجي الناس كده كده هتتفرج على الفيديو، لان مفيش ضمير، في هوس جنسي. تلاقي نسبه الدقون عاليه قوي، والمحاجبات قد كده، والوساخه اكتر منهم. الراجل من دول يتوضى وينزل يصلي الجمعه، ده لانه حريص انه يصلي الجمعه فقط. بس مفيش مانع ان بعد ما يصلي الجمعه حرما جمعا، شفت مين اتطلقت؟ مين اتجوزت؟ مين ما بتخلفش؟ حاجة بقت هباب. للأسف احنا بقينا شعب بيكيفنا النميمة، كيفنا أكتر الشتيمة والدخول في حياة الناس الشخصية، وده طبعا مع الجهل الشديد الثقافي والديني. يخلينا مجتمع غايز في الوساخة والنفاق. ايه اللي يخليك تتفرج على واحدة متجوزة ونايمة مع جوزها؟ طيب ايه اللي يخليك عايز تكمل فرجة برضو؟ مش هسامح اي حد يتفرج على الفيديو ده. وبقول لكل واحد هيتفرج على الفيديو ده، لو انا مش محترمة قدامك فانا محترمة قدام نفسي. عندي مبدأ، ربنا أكيد عالم بنيتي. ونعم بالله. إنجي أنا عايز أقول لك إنهم بلغوني دلوقتي إن الفيديو من أول الحلقة لغاية وقتنا هذا اتشاف مليون مرة. بس الخبر كويس إني كلمت قبل الحلقة كام واحد كده من العيال اللي تحس إنهم بهايم، بس هم عيال عبقرة. دلوقتي بلغوني ان الفيديو اتشال حالا. انجي، في يوم المنتج الفني بتاع المحطه هنا طلع عليا اشاعه ان انا على علاقه
مع البروديوسر بتاعت البرنامج ده. عارفه ينجي البرنامج اللي فات نجح، ولان البنت دي شاطره واحسن منه هو عمل كده. الناس هنا كان نفسها تصدق علينا اي حاجه وحشه، للاسف الاشاعه انتشرت بس انا عملت زيك كده، ما سكتش، وقفت وقلت كل اللي انا عايزه. البنت دي قد بنتي، عيب قوي طلع عليا اشعه قذره كده. وبعدين مين دي؟ ما لقيتوش غير دي، يعني حاجه زباله قوي. يا ابن الذين يا واطي، ماشي يا حمزه، مش مستوى. انا بهزر طبعا. انت عايزه تقولي حاجه تانية؟ أنا من برنامجك هنا بقدم بلاغ للنائب العام إن مرتضى مراد حاول يهتك أرضي وشهر بسمعتي. ودي جناية. السيد النائب العام. هذه